إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. بدينا نلاحظوا في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة بعد الخرجات يمكن أن تندرج أو تندرج في إطار الإحسان العمومي عن طريق الوسائط الاجتماعية. هنا أيضا تلقاو نفسنا ما بين المطرقة والسندان، ما بين مطرقة القانون اللي هو ظاهر 1900 أو أكتوبر 1971، وهو ظاهر أعتقد بأنه ظاهر صغير جدا في بعض ديال الفصول. الفصل الأول فقط يحدد الجهات التي أو الوسائل أو الإجراءات التي يجب اتخاذها في إطار الإحسان العمومي بإذن من رئيس الحكومة. هذا القانون أيضا ما فيش شيء أثار قانونية أو في عقوبات زجرية بخلاف المادة 6 أو المادة 7 منه التي تتحدث عن التماس الإحسان العمومي من أجل تنفيذ بعض الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل الجنائية اللي هي من 1000 إلى 100 ألف درهم. هذا مطرقة. ما بين سندان الحالات الاجتماعية بالفعل التي نجدها يتم تفعيل ديالها، تلقاو بعض الحالات تم الوصول المواطنين إليها عن طريق التضامن الاجتماعي. إحنا اليوم أقول بأن المشرع مدعو إلى تنظيم هذه المسألة، مدعو إلى هيكلة الإحسان العمومي الجديد بما يتناسب والتقنيات الجديدة والتواصل الجديد عن طريق التواصل الاجتماعي وعن طريق الوسائط الاجتماعي. فما يمكنش نبقاو خدامين بظاهر 1971 وظاهر يحترم، وفي ذات الوقت ما يمكنش نتخلاو أو بعض الأفراد ما يمكنش يتخلاو على الحالات الإنسانية التي يتم بتها عن طريق الوسائل التواصل الاجتماعي. ولكن في ذات الوقت راه ليس كل حالة إحسانية هي حالة إحسانية، أحيانا نجد النصب، أحيانا نجد بعض الأمور التي تندرج في إطار خرق القانون الجنائي، ومن ثم يجب أن تكون عندنا آلية، يجب أن يكون عندنا قانون حديث، حديث بمعنى ينظر إلى الواقع وتطور هذا الواقع بالإضافة إلى أن يكون أكثر مرونة في هذا الإطار، ولكن يكون واضح ويكون أيضا يرتب مسؤولية أحيانا تصل إلى المسؤولية الجنائية إذا ما تم ارتكاب فعل مخالف لما هو متفق عليه على المستوى الاجتماعي. ندعو المشرع باش يفكر في قانون، في آلية جديدة، في قواعد جديدة لتتناسب المرحلة الجديدة والمرحلة التقنية الجديدة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة. الإحسان العمومي تنظمو الآن ظهر 1971 وإحنا الآن في 2020، تحولات إلكترونية وتكنولوجية دقيقة جدا، في المقابل تنشوفو على مستوى أرض الواقع بعض الحالات التي استفادت من هذا الإحسان، لأن المغاربة بحكم طبيعتهم المغاربة متضامنين جدا. المغاربة بمجرد ما أنه يشوف واحد الحالة فإذا به يكون هناك نوع من التضامن والتآزر. هذه الثقافة هي مزيانة، ولكن يجب أننا تكون مؤطرة من ناحية القانونية حتى لا يكون هناك انحرافات. القانون يجب تعديله، أما كون أن بعض الجهات ربما تتخذ الطرف في هذا الإطار أو ذاك، حينما يبدو لها بأن الفعل الهدف ديالو نبيل في اتجاه تكريس ثقافة التضامن اللي خاصها قانون يؤطرها.